خلود عبد القادر، أهلا وسهلا فيك، شكرا لتحدثك مع ومضة. حضرتك أسست ستارت أب كيرف جولري بالبحرين، خبرينا شوي كيف طلعت معك الفكرة ومن أي متى بلشت؟ مرحبا، أشكركم على الاستضافة. فكرة كيرف جولري هي بدأت معي من عام 2010. أساسا أنا بدأت من المنزل، وبعدين طبعا كان عندي تعامل مع ورشات خارجية لتصنيع المجوهرات، لأن أنا أساسا ديزاينر، أصمم القطعة وأستخدم دائما اللؤلؤ الطبيعي. السبب وراء استخدام اللؤلؤ الطبيعي هي الخلفية العلمية عندي، فأنا أساسا أخصائية لؤلؤ وأحجار كريمة لمدة 6 سنوات في وزارة الصناعة والتجارة، والتصميم هي هواية من الأيام المراهقة كنت أحبها. فجمعت بين هواية التصميم والخبرة والعلم في عالم المجوهرات، وهذه الأسباب كلها شجعتني أني أدخل في هذا العالم. وطبعا بديت أنا بفكرة جديدة، حاولت أني أكون قاعدة زبائن من المنزل ومن حضور بعض المعارض الصغيرة للتسويق لنفسي أن أنا بحرينية مصممة. فالحمد لله كانت خطوة جدا سليمة وناجحة، وطبعا اشتغلنا على الفيسبوك كثير، صدرنا للولايات المتحدة عن طريق الفيسبوك، وأنا كنت فقط من المنزل. بعدين كان في عندنا برنامج هو اليونيدو، واليونيدو برنامج يهتم بالرواد الأعمال المبتدئين، يدربهم، وهو طبعا تابع للأمم المتحدة لتدريب التنمية، يعني لتهيئة رواد الأعمال. وفي شيء عندنا في البحرين اسمه النموذج البحريني، أثبت النموذج البحريني في العالم كله أنه هو أول نموذج ينجح لتهيئة رواد الأعمال. فدخلت في ذي البرنامج بنصائح عدة سيدات في الأعمال، دخلتها وبالتالي أهما غيروا فكرتي للتجارة. فبدال ما أكون فقط من المنزل، ليش ما أكون مصممة عالمية؟ فالفكرة تغيرت، فالحماس زاد عندي، فكل الطموح والقدرة حسيت أن أنا قادرة للوصول لهذه العالمية. فالحمد لله بدينا مشوار، نحن عندنا محل، عندنا workshop and we are expanding الحمد لله. هل واجهت أي تحديات أو صعوبات كونك امرأة؟ واجهت تحديات وصعوبات مو لأن كوني امرأة، وعالم التجارة أو البزنس فيه صعوبات، وصراحة ما يكون ممتع وتحسين بنجاحك إلا لما أنت تواجهين هذه الصعوبات وتتخطينها. فكوني امرأة ما أعتقد، في البحرين المجال مفتوح للمرأة، الفرص موجودة، أنا دائما أذكر دي الشيء، الفرص موجودة، الحكومة تدعم المرأة، عندنا المجلس الأعلى للمرأة، فالفرص موجودة. ولكن هني المرأة نفسها عليها أن هي تستغل هذه الفرص الاستغلال الإيجابي وتثبت نفسها. فأعتقد الصعوبات اللي واجهتها اللي طبعا يعني الصعوبات المالية، بس الحمد لله الحكومة موفرة لنا بنك، لأنه هو يمولنا بالقروض اللي تهيئنا أن إحنا ندخل عالم البزنس، وتقدم لنا تسهيلات كثيرة. عندنا برنامج هو تمكين يدعمنا في برامج مختلفة، التسويق، الأجهزة، المشاركة في المعارض الخارجية. فأعتقد الدعم متوفر، ولكن على المرأة أن هي تسعى وتستغل هذا الدعم دام هو متوفر لها. شو برأيك اللي عم يخلي المرأة تتردد؟ ما ليه ما في كبير من المرأة؟ احتمال ان الخوف والجرأة تحتاج فقط ان هي شوي تتخطى مرحلة الخوف وتتجرأ. طبعا كلنا احنا مرينا بدي شيء، كان في خوف، بنفشل، ما بننجح، بس وانس يعني اول ما تدخلين في ذي بتشوفين يعني المرأة هي قوية يعني تتحدى كثير. فأعتقد أول ما بتدخل بتخطو أول خطوة خلاص ما حد يقدر يوقفها، شي ويل جو اون يعني. بالبحرين بالتحديد هذه المجتمع والعائلة بيدعموا المرأة بيشجعوها؟ والله بالنسبة لي أنا شخصيا يعني الأساس في دخولي ذي المجال والحمد لله تقدمي فيه عائلتي، اللي هو والدتي ووالدي وزوجي، هم يعني أكثر الناس اللي شجعوني، دائما يقولون لي واصلي راح تنجحين. فإحنا البحرين مجتمع متفتح جدا، الرجل دائما يدعم المرأة، وواضح مو بس فقط من يعني من العائلة أو غيرها. لما أنت يعني تسوقين لنفسك إن أنا بسوي كذي، بتحصلين حتى يعني الرجال يكونوا داعمين ساعات أكثر من النساء.
فمجتمع متفتح جدا، ما حسيت انه في صعوبة. طبعا في بعض العقليات هذه موجودة، ولكن احس احنا في البحرين تعديناها خلاص. ماشي الحال، البزنس موديل يعني اللي اعتمديه كان خيار منيح؟ الحمد لله، يعني البزنس من اول سنة وي بريك ايفن ان بروفيت. السبب مو انه معنا يعني العالميا سعر الذهب والمجوهرات ارتفع كثير، هو السبب الرئيسي في البرودكتس او الاشياء اللي انا اصممها اتس ديفرنت، هي متميزه. يعني دخلت انا اللؤلؤ الطبيعي، بدا الناس حتى الشباب في البحرين بدوا ما يحبونه، بدا انه يكون فقط لفئه عمريه معينه. فانا هذا الهدف اللي انا ابي اوصل له، ان ابي اللؤلؤ يلبس الصغير قبل الكبير. وبالفعل دخلته في الخط العربي، دخلته في الحروف والأسامي، دخلته أيضا في المجوهرات بشكل عصري ومحتفظ بشكل التراث. فالميزة في المنتجات اللي احنا نقدمها هي اللي خلتنا ننجح، وكوني امرأة سهل جدا تعامل المرأة معاي، فأنا أقدر أقرأ المرأة شنو اللي هي تحتاجه. فمن كذي بدأت الناس دائما تيلي، لأن أنا كأنه فستان قاعد أصمم لها، تيني أقعد معاها أعرف شخصيتها فأصمم لها القطعة. فأعتقد هذه جانب التميز خلانا نكون الحمد لله بفضل أول سنة إن إحنا نعدي، مع إن إحنا كنا في مرحلة حرجة في البحرين، ولكن الحمد لله مؤسستي كانت profitable، يعني مؤسسة ربحية من أول سنة. كنت عم تقولي لي من شوي انه سوق الذهب وسوق اللؤلؤة بالبحرين محصور بعيال محددة بجو محدد، كيف قدرت تخرق هذا الشيء؟ هو عندنا قوانين تحكمنا، يعني بحكم اني انا كنت موظفة في القطاع الحكومي وفي ذي المجال بالخصوص، فعندي الخلفية القانونية اللي تخليني أعرف إن أنا شلون أبتدي هذه العمل، وشنو المنتجات اللي أنا ممكن أعرضها، وحتى اللي راح أستوردها أو أصدرها للخارج، عارفة كل المعايير والقوانين البلد. فأعتقد إن البحرين لما احتفظت بأن هي تمنع دخول اللؤلؤ المزروع أو المستزرع للبحرين كانت خطوة أعتقد أنها جيدة، لأن إحنا سوق قوي للحفاظ، سوق لأن صار البحرين سوق قوي للحفاظ على تراثنا اللي هو اللؤلؤ الطبيعي. فحين أي دولة في العالم لما تقولين لها هذه مصدر اللؤلؤ من البحرين أو شهادة المختبر من البحرين، هي قوية جدا. فأعتقد هذه الأشياء ساعدتنا كثير أن إحنا نحتفظ بهويتنا. شكرا خلود، نتمنى لك كل التوفيق، وشكرا لتحدثك مع ومضة.